السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صناديق توت عنخ آمون. هذا صندوق صغير للحلي من الخشب المطعم لتوت عنخ آمون وعنخ اسم آمون. انظروا إلى هذا الصندوق الرائع وصندوق آخر. بصراحة صناديق لو موجودة لغاية دلوقتي رائعة. أما هذا فهو صندوق من بديهة مغطى بالذهب. وهذا صندوق آخر لحفظ الحاجيات. والأعجب من الصناديق سرير توت عنخ آمون. وأسدين عند قدمي يحرسان أو عند الرأس. ده سرير بديع للرحلات ومفصلات. شايفين بيتني السرير ده ويتحول لصندوق وياخدوه معاه في الرحلات عشان لما يكون في رحلة يقدر ينام على سرير هو بيحب ينام عليه. وده سرير ذهبي. شوفوا النقوش اللي فيه. وجد في المقبرة المقبرة توت عنخ آمون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا جماعة حتى الخوص ده من أيام توت عنخ آمون من آلاف السنين. تحفة. هو سرير تحفة من الخشب والذهب. تحفة. توت عنخ آمون كان بتاع 170 سنة. بعض التماثيل اللي وجدت في مقبرة توت عنخ آمون. تمثال للمعبود سويدو وهو قائم. انظري إلى هذا الصولجان الذهبي. هذا هو توت عنخ آمون يمسك صولجانه. تمثال للمعبود جمحسه. ايه رأيكم افرجكم على حاجة هامة جدا؟ الكراسي اللطيفة بتاعت توت عنخ آمون ده كرسي ذو أرجل على هيئة بطة. أنا أسفة، على هيئة أوزة من الأبانوس والعاج ومن الذهب ومن الجلد. وجد بالحجرة الأمامية لمقبرة توت عنخ آمون. تحفة طبعا. هي كل حاجات توت عنخ آمون تحف تحف يا جماعة تحف. وده كرسي آخر للملك توت عنخ آمون من الخشب له ظهر دقيق الحرف يمثل رمز ملايين السنين. أما هذا فصندوق بديع لتوت عنخ آمون. يمسك عصا وأمامه زوجته. حاضر حاضر فكرة الفيديو مندوب. حاضر.